السياحة في المغرب. المغرب واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم، فيها الشواطئ الساحلية الجميلة والواحات الخصبة والثلوج المتساقطة على جبال الأطلس، بالإضافة إلى الأسواق والمقاهي ذات الروائح المميزة والعمارة الإسلامية المذهلة. في هذا الفيديو أجمل 10 وجهات في المغرب، 5 معلومات هامة لتخطط لرحلتك، 7 نصائح هامة بناء على خبرات المسافرين. أولاً، أجمل 10 أماكن. عيون أم الربيع. تشتهر المغرب بالعديد من الشلالات والعيون المائية، من أجملها منطقة عيون أم الربيع. نهر أم الربيع أحد أكبر أنهار المغرب، وينبع من جبال الأطلس، يتفرع منه 47 عيناً. قرية فاطمة. بمجرد اقترابك منها ستسمع خرير المياه يأتيك من كل مكان، مناظر طبيعية فريدة وخلابة تستمتع بها وأنت تتسلق الجبل بجانب الشلالات. ستتمكن أيضاً من تذوق الأكلات الشعبية في المنطقة. قلعة ماكونا، من أهم المدن المنتجة للورود في العالم. يقام في المدينة مهرجان سنوي لمدة 3 أيام في أواخر شهر أبريل للاحتفال بقطف الورود. المدينة الزرقاء، مدينة شفشاون، من أشهر مناطق الجذب السياحي في المغرب. منحدراتها المفاجئة وتضاريسها الجبلية تمثل تجربة مثيرة لمحبي سياحة المغامرات. من أشهر أماكن الزيارة في المغرب شلالات أوزود، يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم، وهي أعلى الشلالات المائية في شمال أفريقيا. تنهمر المياه من ارتفاع 110 متراً فوق مستوى سطح البحر. مدينة وليلي أو فولوبيليس باللاتينية، أقدم موقع أثري في المغرب، ومدينة من أكثر المدن ثراءً بالتاريخ في العالم، وهي من أجمل المدن العربية على الإطلاق، وقد صنفها موقع تريب أدفايسر كواحدة من أجمل 25 وجهة سياحية في العالم عامي 2014 و2015 على التوالي. الرباط هي العاصمة، وأشهر معالمها السور الموحدي وقصبة الأوداية، وهي من القلاع المحصنة التي بناها المرابطون. الدار البيضاء أو كازابلانكا، أكبر مدينة في المغرب والعاصمة الاقتصادية والتجارية لها، وبها أكبر مطار في المغرب، مطار محمد الخامس. كازابلانكا واحدة من أهم وأشهر وأجمل المدن في أفريقيا. مدينة الصويرة، وهي من أعرق المدن المغربية وتطل على الأطلس، وهي من المدن الهادئة وبها أسواق للمنتجات التقليدية المغربية. ثانياً، 5 معلومات عن المغرب تساعدك على التخطيط لرحلتك. العملة الرسمية للمغرب هي الدرهم، ولا يمكن التحويل خارج حدود المملكة. للحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب لابد من الحصول على جواز سفر سار المفعول. اتصل بالسفارة أو القنصلية قبل الرحلة للتعرف على شروط استخراجها، لأنها قد تتغير من بلد إلى أخرى. ثالثاً، أفضل شبكة اتصالات في المغرب. شركة اتصالات المغرب، شركة ميديتيل، شركة إينوي، من أهم شواطئ المغرب للأسر المحافظة. شاطئ طماريس بالدار البيضاء، شاطئ المنصورية بالقرب من مدينة المحمدية، شاطئ كرام الضيف بمدينة الوليدية. الوقت المناسب لزيارة المغرب، فصل الربيع، ويشمل شهر مارس وإبريل ومايو. يعد شهر مايو في المجمل مناسب للسياحة في جميع مدن المغرب. فصل الخريف، يمكنك زيارة كل من مراكش ومكناس وفاس والتمتع بالجو المعتدل اللطيف. فصل الصيف، ويشمل شهر يونيو ويوليو وأغسطس، يمكنك زيارة طنجة وتطوان وشفشاون وإفران. فصل الشتاء، يمكنك زيارة مدينة أغادير لبعدها عن موجات البرد والصقيع. المعلومات الواردة في الفيديو هي أحدث ما وصل لفريق جمع المعلومات بكولومبس تاور جايد، وفي وصف الفيديو سنعرض ما يستجد لدينا من معلومات ونصائح. 7 نصائح للسياح المتجهين للمغرب. عند ركوب التاكسي راقب العداد وتأكد من تشغيل العداد، وإذا واجهتك مشكلة مع السائق يمكنك الاستعانة بالشرطة السياحية. عند ذهابك للشاطئ ارتدي الملابس الخفيفة ولا تحمل معك مالا كثيرا أو مجوهرات.
يجب أن تراعي العادات والتقاليد مثل تجنب ارتداء الملابس الغير مناسبة للجو العام في المغرب. في حالة تواجدك في مراقش تحتاج إلى كثير من النقود وخاصة العملة المغربية، فالباعة في الأسواق يقبلون البيع نقداً، أما المطاعم والفنادق تقبل بطاقة الائتمان. اصطحب الكاميرا في كل مكان تتجه إليه بالمغرب، ولكن تجنب تصوير السكان المحليين وخاصة النساء إلا بعد الاستئذان. احذر النشالين والمحتالين في الأماكن العامة. المساومة جزء من ثقافة أهل المغرب، ولذلك تعلم المساومة في الأسعار. نرحب بتعليقاتكم وتجاربكم في المغرب في التعليقات، ولا تنسوا أن تدعموا القناة بلايك.